سلام البنات، اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه عمل هاد البياسه. هادي غادي نرسمها، غادي نخدمها عفوا باللون الاصفر، لون الثوب والصم الابيض، الزقلي الابيض. المارك اللي كنستعمل هي هادي الباطو، هذا هو الساشي ديالو. هاد البوبين هذا كيعمل الثمن ديالو 70 درهم، 1400. هادي هي المارك اللي كنخدم بها انا، زقلي حر على بركة الله. ندوزو نشوفو طريقة العمل دابا. ملاحظة اخرى بالنسبة لهذا اللون، هذا اللون الاخضر اللي انا مرقعة به هنايا، هذه لان التركيز ما غاديش يجيني على الدورة ديال المرمى، عندي المرمى كبيرة، فضروري كنضطر انني نرقع الطرف ديال الثوب حتى كنسالي الخدمة عاد باش كنزول هذا الطرف هذا.
بغيت نشكر جميع الاخوات سواء اصحاب القنوات او لا الاخوات اللي كيكومونطيو ليا في جميع لي فيديو اللي كننزل، وخصوصا الاخوات منهم الاولى اللي غادي نبدا بالاسم ديالها كاري ملك، كنشكرها بزاف صراحه. واخا نعيا ما نشكر فيها ما غاديش نوفي ليها القليل في حقها. وانامي العربيه قناه منوعه، قناه انامي العربيه صراحه جميع الاخوات بصفه عامه، سمحوا لي اللي ما ذكرتش الاسم ديالها تسمح لي صراحه. كنشكركم من كل قلبي واخا نعيا ما نشكر فيكم، ما غاديش نوفي لكم ولو القليل في حقكم. دائما كتشجعوني وتساندوني صراحه بزاف كاع. صافي انا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه، غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نكمل هاد الوريدات وكذلك هاد السبوله، ونرجع لكم باش نبغوا نكملوا الكمام لان مازال فيها الكمام هاد القفطان هذا. غادي نكمل معكم ان شاء الله الطريقه ديال الكمام ونتلاقاو في الشكل النهائي.